Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the Arabic Fluency channel. And today I have another gem for you from the book Al-Fawa'id by Ibn al-Qayyim rahimahullah. He says, Fa'idatun Tarku shahawati lillahi wa in anja min azabillahi wa awjab al-fawza bi rahmatih. فدخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم فإن الله سبحانه أبى أن يجعل دخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغيره وإنما يودع دخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله أو مع الله والغنى فقرا دون الله والعز ذلا دونه والذل عزا معه والنعيم عذابا دونه والعذاب نعيما معه. He continues, وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه فهذا له جنتان جنة في الدنيا معجلة وجنة يوم القيامة. I hope you found this beneficial and inshallah I look forward to seeing you again for the next video. Assalamu alaikum.